من عالم بقى مسابقات ملكات الجمال، ويمكن في موضوع هنتكلم فيه دلوقتي كان من اكتر المواضيع اللي الامريكان بيتكلموا فيه خلال اليومين اللي فاتوا، وهو نتيجه مسابقه ملكه جمال الولايات المتحده الامريكيه لعام 2017، وخصوصا بعد ما فازت باللقب كارا ماكولو، واللي تفوقت على 50 متسابقه تانيه عشان تمثل امريكا في مسابقه ملكه جمال الكون. كارا عمرها 25 سنة كانت بتمثل مقاطعة كولومبيا، وبعد فوزها باللقب قالت إن هدفها إن هي تعيش تجربة السفر لدول كتير عشان تبقى عندها ثقافة عالمية تكون ملمة بكل الثقافات في العالم. كمان بتحلم إنها تبقى مصدر إلهام بالنسبة للأطفال الصغيرين، تشجعهم على دراسة مجالات مهمة زي المجالات الخاصة بالعلوم بالتكنولوجيا بالهندسة بدراسة الرياضيات. وكارا اصلا طبعا مولوده في ايطاليا، وابوها وامها من اصول افريقيه، وصلت امريكا مع عيلتها من صغرها وعاشت بولايه فيرجينيا. العجيب ان هي كمان بتشتغل عالمه نوويه في لجنه الرقابه النوويه الامريكيه، عشان كده الصحف في امريكا قالت ان جمالها نووي. لغايه كده الحكايه على فكره لطيفه.